السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل كود يفتح لي اوبن فايل دايلوج، يعني يفتح لي نافذة اقدر اختار منها ملف. طيب فهقول له هنا اول حاجة انا عايزها بوتون، اهو وادوس عليه وابدا اكتب الكود بتاعي. اول حاجة هبدا اعرف الاوبن فايل دايلوج اهوت، ماشي تمام، سميناه او اف دي بتساوي نيو اوبن فايل دايلوج. هو اللي اقترح عليا الاسم، بس ممكن انت تعدل براحتك خالص. بيقول لي ممكن تعمل فلتر، ماشي. الفلتر عباره عن ايه؟ ان مش كل الملفات هتظهر، لا هيظهر النوع معين من الملفات اللي انا اكون عايزها. مثلا هسميه بي ان جي ايمج، اي كلام انت عايز تكتبه بين القوسين ما فيهوش اي حاجه خالص. طيب وبعد كده هديله العلامه ديت، وبعد كده ابدا اديله الامتداد اللي انا عايزه، مثلا دوت بي ان جي، كان مثلا عايز ملفات الصور بس. طيب بعد كده بيقول لي مالت سيلكت، لا خلينا اكتب بقى التايتل مثلا او اف دي دوت تايتل، ونديله اسم بقى زي ما احنا عايزين، مثلا اوبن ايمج. طيب لغاية دلوقتي احنا لسه في حاجات كتيرة ما عملناهاش، زي قاعدة اف مثلا. لو الملف دوت اللي هو اسمه او اف دي او اف دي دوت شو دايلوج، وبعد كده قوسين، قوسين دول اللي هما مازال الشو دايلوج، وبعد كده هقول له ان دول المفروض بتساوي سيستم دوت ويندوز دوت فورمس دوت دايا لوج ريزولت، وبعد كده هقول له ان انا عايزه من النوع اللي هو اوكي. طيب بعد كده ايه اللي المفروض يحصل؟ ده بقى ان انا ابدا اظهر مثلا مسج بوكس دوت شو، ممكن نخلي فايل نيم او سيف فايل نيم، يعني الاثنين ممكن. طيب دلوقتي هعمل ران، بيقول لي فيه مشكلة. طب ايه هي المشكلة؟ هقول له ستارت تاني، كانت كلمة اوكي مكتوبة بالسمول، فتح لي النافذة هيت، مش جايب لي اي ملفات غير البي ان جي بس، بي ان جي ايمج بي ان جي. طيب خليني اقول له ان انا عندي الحاجات على البيكتشر، ممكن نلاقي بعض الصور وليكن مثلا الصورة دي، فيبدأ يجيب لي المسار بتاعتها. طيب لو انا قلت له لا انا مش عايز فلتر، فاجي هنا واخليها زي كومنت، عملت العلامة بتاعت الكومنت وقلت له ستارت، فكأنه هو ما فيش اي فلتر خالص، فتلاقي كل الملفات موجودة بشكل دوت، حتى اللي مش بي ان جي. يعني لو رحنا لدوكومنتس هنلاقي ملفات كتيرة بي دي اف وكده. خلينا نختار الملف دوت،